يا سيدي، يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع. كلام ضيفك السيد حيدر كلام احترم تصعيدي احترم عدائي خطابك خطير. واحترم لغتك. نحن عراقيين وصلاء لسنا مجانين، احترم نفسك. يتكلم عندما يقول بأن احتلال تركي، احتلال تركي وانتم محتلين، فهذا لا يصلح حتى أن يتكلم ب بهكذا. وأنت تصلح أيها الأمة التي تدافع عن الاحتلال التركي للسادة المشاهدين، لا يقاطعني، يتعلم أن يصمت، يتعلم الديمقراطية. تعلم أنت كذلك أن تحترم مشاعر وسيادة العراقيين، تعلم وتأدب عندما تجلس أمام العراقي أيها التركي العميل الأردوغاني. ثانيا قطع العلاقات، نقطع العلاقات، من تكونوا أنتم؟ والتصعيد يخدم من؟ هذه مصعد لأنكم لا تحترموا سيادة العراق العدائية ضد تركيا، هذا هو فقط أمر. أنتم دعمتم داعش، دعمتم التنظيم الإرهابي، أنتم تتجاوزون على سوريا، تتجاوزون حتى على ليبيا، أخذتم قوات من سوريا وذهبتم بها إلى ليبيا، تتدخلون في الشأن العراقي وتصرحون بصورة دائمة. وأريد أن أذكر هنا، هناك ما لا يعلمه الجمهور، أنت لا تسمع، يتصل أردوغان المحتل على رئيس الحكومة العراقي ويبلغه أنه السنة في العراق مظلومين. المشاهدين الآن، أنا لم أكمل كلامي بعد، لا تكمل كلامك، تحدث بأدب وتحدث عندما تتحدث مع العراقيين، تتحدث بأدب، أنت معتدي.